مساء الخير. لأنها حلب المدينة الأعتق والأبهى والأكثر مسكونية في المشرق، دفعت وتدفع ضريبة الحياة. حلب المعنى والمغنى وتشابك الأرواح والمصالح، استهدفت ممن علمتهم وأطعمتهم وآوتهم، ومن توحش الساعين إلى ضرب النسيج الإنساني السوري وسرقة نسيج حلب الصناعي. حلب التي تعود إليها المسيحية الأولى ويجاورها مار سمعان العمودي ومار مارون، وتضم قماشة الحضور الروحي السوري منذ فجرها. حلب التي جاءها الأرمن والسريان فأفردت لهم غناءها وشرفاتها فأغنوها. حلب الهادئة والصاخبة الساهرة، المغنية الملونة العاملة المنتجة، أخذت الحرب في سوريا وعليها، أخذت منها جمال الحجر والسبيل، لكنها ما تزال تقاوم رغم العتمة وشح المياه وسرقة المعامل بيد قطاع الطرق إلى زعامة الحرامية في تركيا الأردوغانية. لأنها هكذا وأكثر، أرحب في أجراس المشرق بالنائب عن حلب بيير مرجاني لنسلط الضوء على معاناة هذه المدينة ككل واقع المسيحيين فيها، ككل واقع أهلها. ولكن قبل حوارنا مع الأستاذ مرجاني، صورة شخصية له. ولد النائب بطرس مرجاني في حلب عام 1948، وفيها درس وحاز إجازة في الهندسة المدنية وعدداً من الدبلومات في العلوم الإدارية وإدارة المشاريع الهندسية وإدارة العقود الهندسية الدولية والإدارة الاستراتيجية ودراسات الجدوى الاقتصادية وإعداد المحكم الهندسي الدولي لعقود الفايدك وتأهيل وتنظيم مراكز المدن وتطوير العقود الدولية. خاض حرب تشرين عام 1973 كضابط مجند، لعب وكان كابتن منتخب سوريا بكرة السلة. انتخب مرجاني عضواً في مجلس مدينة حلب لدورتين 1995 لغاية 99 ودورة 2003-2007. عمل منذ العام 1997 وحتى 2012 رئيساً وعضواً في عدد من اللجان التي شكلها المجلس واستشارياً لعدد من البنوك، وقام بمعالجة النفايات الصلبة للمدينة ومتابعة إعادة تأهيل البنى التحتية للمدينة القديمة. انتخب عضواً في البرلمان أي مجلس الشعب عام 2012، وهو عضو في لجنتي البيئة والسكان والشؤون العربية والخارجية. اشترك إلى جانب المتطوعين في العمل الإنساني بعد وصول الإرهابيين إلى بعض مناطق حلب، كما أشرف على توثيق السجلات العقارية. أهلاً بكم سعادة النائب مرجاني، أهلاً بك أيضاً في أجراس المشرق. أهلاً، شكراً للميادين، وأهلا وسهلا فيكم ببلدكم سوريا. الله يخليك. الله يسلم. أنت قادم من حلب. حلب هذه المدينة التي كانت لا تنام فرحاً وحباً ألقاً عملاً صناعة معرفة، والتي خضعت خلال السنوات الثلاث الماضية لشروط لا تمت للإنسانية بصلة. كيف يتدبر أهل حلب الآن أمورهم؟ الحقيقة أهل حلب عم بيعانوا بقدر ما كانت حلب تعطي لسوريا. بتقديري حلب كانت تقدم لسوريا 40% من ناتجها القومي أو من ناتجها الوطني إذا استثنينا البترول، وحالياً تتلقى 40% مما تتلقاه من العصابات التي وصلت سوريا بطريقة أو بأخرى. فهي تحمل
وزر سوريا بنفس النسبة اللي كانت تقدم فيها. أهل حلب عبعانوا على عدة أصعدة. خلينا نبدأ بالعمل. العمل بتعرف حضرتك بأنه الصناعة كانت في أوجها بمدينة حلب، بوجود عدة مدن صناعية، سواء الأشهر اللي هي الشيخ نجار والداخليات داخل المدينة، واللي بيتجاوزوا 10 مناطق صناعية بحلب بين صناعة كبيرة ومتوسطة وصغيرة وحرفية حتى. فهي كانت تستقطب حوالي، أنا ما ببالغ إذا بقول حوالي 400,000 فرصة عمل. 400,000 فرصة عمل، يعني 400,000 عائلة، عامل عائلة، خلينا نقول يعني عائلة، 400,000 عائلة تعيش، تعيش من وراء هالعمل هذا. طبعا في كتير منهم من الريف هالعمال، بس كانت تستقطب 40 فرصة عمل فقدتها 40,000، عفوا 400,000، 400,000 لا مو 40,000، فقدتها خلال فترة جدا وجيزة من بداية الأحداث، وبالتحديد حوالي الشهر السابع من عام 2012. حلب هي بطبيعتها مدينة مسالمة. حضرتك قدمت توصيف لمدينة حلب بأنه هي المدينة التي لا تنام. صحيح، هي المدينة التي لا تنام محبة في السلام اللي كان سائد بين أهاليها وبين ناسها والموجودين فيها وزوارها اللي بيجوا لعندها تيستمتعوا بمدينة حلب. فصار نوع من الهبوط المفاجئ في الدخل للإنسان بمدينة حلب، وبدأت المعاناة بالتدريج، بدأ النزوح إلى داخل المدينة كمان. هل نزوح إلى داخل المدينة؟ من الريف إلى داخل المدينة؟ مو شرط بس من الريف، لأنه في مناطق من أطراف المدينة إلى داخلها، لأنه هالمسلحين استولوا على بعض المناطق على تخوم المدينة، وخاصة بالمناطق العشوائية اللي موجودة فيها. فنزح أهلهم، أهل هالمناطق نزحوا إلى الداخل، وكان في استقبالهم بالتأكيد يعني الناس اللي موجودة واللي جندت حالها لتسعفهم. نعم، يعني دائما حلب هناك ضرب لمحطات الطاقة، هناك ضرب للخطوط، هناك كلام. أنا قال لي صديق أنه كان يأخذ الماء من الحدائق العامة ليغتسل. كيف يعني هذه المدينة التي كانت تضم ملايين الناس كيف يتعاملون مع هذا الواقع؟ طبعا كانت تغذية مدينة حلب على مدار 24 ساعة. سوريا بتتمتع بشبكة كهربائية من أفضل الشبكات بالشرق الأوسط، وكانت حتى تعطي كهرباء للبنان وحتى للأردن، وكان توزيع الكهربائي ممكن أنا من دمشق أخذ كهرباء لحلب، أو من حلب أخذ كهرباء لأقصى لدير الزور أو للحسكة. فهالشبكة كانت من أفضل الشبكات مثل ما قلت لك بمنطقة الشرق الأوسط، تعرضت لعمليات تخريب. يعني أنا اليوم جاي تأنادي باسم الحرية والديمقراطية، وجاي عم بخرب أساسيات الحياة اللي موجودة، في حال أنا بدي أفرض أنه في أفضل الأحوال لهالحرية والديمقراطية بأنه استلموا الحكم. طيب كيف أنت بدك تعيش بعد تدمير هالشبكات وهالأبراج النقل فهنن راحوا مباشرة على مفاصل الحياة. محطة توليد الكهرباء اللي موجودة بالسفيرة ما حدا يعني معروفة، فاستولوا عليها. ومحطة مدنية لا فيها سكنة عسكرية ولا فيها جنود، عبارة عن حارسين ثلاثة هدول مقلون. بنفس الوقت استولوا على مناطق مصادر المياه وتزويد المياه للمدينة. ولكن يقولون أنكم تدبرتم أمركم كما يتدبر اللبنانيون أمرهم بالمولدات بالنسبة مؤخرا بديت عملية المولدات، ولكن عملية غير مجدية أنا بتقديري. الدولة لازم تتدخل، خلينا نكون واقعيين، الدولة لازم تدخل بهالموضوع، لأنه عملية الارتهان لأصحاب مولدات عملية ما كتير كويسة بالعلاقة بين الإنسان أو المواطن والدولة. نعم. فما بصير يكون في حدا وسيط بيناتهم أو حاجز بين الاثنين، وأنا بتقديري عملية المولدات هي حاجز بين هالطرفين.
بالنسبة للمياه كمان عانت حلب معاناة كتير كبيرة. بالمرة الأولى هي قطع المياه عن عمد، وقف ضخ المياه إلى مدينة حلب لمدة 17 يوم، وكان هالشي بشهر تموز حزيران أو تموز من 2 إلى 19. المرة الثانية عن طريق تفجير قنوات الجر اللي تدخل للمدينة أو قنوات التزويد اللي بتدخل لداخل المدينة، فتفجروا هالقنوات والعصابات اللي كانت موجودة أو مستولية فجروا بحرية وبديمقراطية طبعا بحرية وبديمقراطية عن طريق الأقنية اللي كانوا عم بحفروها، وفجروا بشكل عبسي ما يعني لا يمت إلى الإنسانية بصلة، لا يمت إلى عمل خليني أقول عسكري. يعني أنا يوم اللي عم بفجر عم بقطع المي عن ناس مدنيين، أنا ما عم بقطع المي عن سكنة عسكرية تستسلم، أو فعم بقطع مي عن 3 ملايين إنسان عايشين بمدينة حلب. أستاذ بيير، يعني ذكرت أن حلب كان فيه 400,000 فرصة عمل وأغلبهم من الريف، يعني بقسم كبير من الريف. أيوة. اللافت، الحلبيون يقولون دائما أن الريف تعامل مع المدينة تعامل يعني أقل ما يقال قطاع طرق. يعني أنا سمعت هذا، أو أنهم يريدون استباحة المدينة وكأنه هناك عملية إعادة ترييف للمفهوم المديني في سوريا، أو عملية حقد من الريف على المدينة. هل هذا الواقع حقيقي؟ أو لو لنقل، كيف تعامل أهل ريف حلب مع المدينة التي حضنتهم؟ شوف، بالتأكيد في جزء من اللي حكيته صحيح. أكيد. أي جزء منه؟ الجزء اللي هو نوع من الحقد على أو ترييف المدينة أو محاولة لتسوية المدينة بالريف. بس الجزء الأكبر أنا بقول لا. الجزء الأكبر احتاج نتيجة هالفرص العمل، يمكن في ناس كتير حملت السلاح مشان تاكل، لأنه مثل ما بنعرف كان مو بس توريد السلاح إلى سوريا، وإنما الأموال والسلاح انضخ بسوريا أموال عجيبة غريبة إلى جانب السلاح. هل فكرة تقتل لكي تأكل هي فكرة إنسانية؟ ما هي فكرة تقتل، يعني يمكن ما كتير التزموا فيها، بس حملوا السلاح بالتأكيد. وبتقديري هلأ المصالحات أو فكرة العفو اللي صدرت ممكن تجر كتير بأنه يزد سلاحه ويرجع لحضن الوطن، خاصة وأنه منطقة الشيخ نجار هلأ رجعت المنطقة الصناعية إلى حد ما إلى الحياة، وفي بعض المعامل بديت بإنتاجها، فرح تستقطب يد عاملة. وكثير من عمالنا ريفنا لسه على طيبته، يمكن جاهل وفقير، والجهل والفقر قاتل. نعم. بالتأكيد يعني، فنتيجة هالشي وقت بتصح له فرصة عمل غير السلاح ممكن أنه يرجع. ولكن سؤالي أيضا، كيف تعاملت الدولة مع حلب؟ يمكن في شوي تقصير تجاه حلب شوي، ولا يعني أنا أسمع كثير من الحلبيين يقولون لماذا تركنا، لماذا من منذ أول الأزمة لم يتم الالتفات إلى حلب. يعني نحن علينا أن نطرح هذا التساؤل أمام المواطنين. بالتأكيد لا ينكر أنه كان في خيانات بحلب، حتى وصلت لوضع الحالي كان في خيانات من ناس متمكنين في مراكز أو في مفاصل بالدولة، سواء على الصعيد العسكري أو المدني. هالخيانات أدت إلى خنق حلب بالشكل اللي هي فيه هلا. بس هذا يعني لا يعني الدولة قصرت وليس أهملت. قصرت في موضوع حلب، قصرت بأنه ما تدخلت بسرعة، وعدم تدخلها بسرعة أدى إلى نتائج خليني مأساوية على أهل حلب، خاصة في موضوع المياه. موضوع المياه شائك جدا، وإلى الآن شائك جدا، لأنه لا زال مصدر المياه لحلب بيد العصابات المسلحة، وعم تتحكم فيه بالطريقة اللي بدها إياها، يوم تفتح يوم ما بتفتح. وهذا
باتفاقية جنيف تأمين المياه الصالحة للشرب للإنسان هو حق من حقوق الإنسان. هل يسمع فهذا هل الإرهابي يهتم باتفاقية جنيف؟ أنا بتقديري ما له علاقة بالإنسانية، مجرد ما استولى على محطة لضخ المياه فهذا مبتعد جدا عن الإنسانية وليس له علاقة بموضوع الإنسانية سواء الماء أو الكهرباء، وإنما وجوده في هالمنطقتين هو عملية ابتزاز لا أكثر ولا أقل. نعم. هل هناك إمكانية قريبا لعودة يعني الكهرباء الماء هذه الأمور إلى حلب؟ إلى حد ما الدولة الآن والوزارة الجديدة، بالحقيقة نحن بآخر اجتماعات، أحد الاجتماعات كان باجتماع خاص مع وزير الكهرباء بصدد وضع استراتيجية خاصة بمدينة حلب، يمكن بتأدي إلى نوع من تزويد مدينة حلب بطريقة أفضل بكتير من واقع الحالي. نعم. ويمكن تكون تتحسن وضع الكهرباء، ما يرجع لعهده السابق بس يمكن يتحسن بشكل كتير كبير. اسمح لي أعزائي أيضا، اسمحوا لنا أن نأخذكم في تقرير صغير عن واقع الحياة حاليا في مدينة حلب، هذه المدينة الكوزموبوليتانية، هذه المدينة المسكونية، لتروا كيف يعاني أهل هذه المدينة، ثم نعود لمحاورة الأستاذ بيير مرجاني النائب في البرلمان السوري، ولكن بعد الفاصل، انتظرونا إذا سمحتم. تحولت حياة الحلبيين إلى جحيم منذ سيطرة الإرهابيين على مناطق في العاصمة الاقتصادية لسوريا، حيث نزح سكان المناطق التي سيطر عليها المسلحون إلى المناطق الواقعة تحت إدارة الدولة، ما زاد كما جرى استهداف المناطق الصناعية ونهبت محتوياتها ونقلت أغراضها إلى تركيا. محطات توليد وتحويل الكهرباء في حلب ما جعل المدينة تغرق في الظلام لفترات طويلة، فيما قطع المسلحون المياه عن المدينة فخضع أهاليها لشروط غير إنسانية من العطش. أما الغذاء فقد تحكم المسلحون ببعض معابره حيث ارتفعت أسعار المواد التموينية بشكل جنوني، من فقدان وسائل التدفئة شتاء لينشط تجار الأزمات. المدينة الصاخبة التي كانت تعمل وتسهر وتعشق الطرب غرقت في ظلام دامس، وضربت مطاعمها القديمة، وباتت مطاعم ومقاهي المدينة مقفلة أو خاوية، كما تراجعت سياحتها المزدهرة وأسواقها القديمة التي يتجاوز طولها 16 كيلومتراً والتي تعتبر من أقدم وأكبر مولات العالم. فقد الكثير من سكان حلب عملهم جراء الدمار وتساقط القذائف عليهم، كما استهدفت المعالم الأثرية حيث أصاب الإرهابيون محيط قلعة المدينة التاريخية ب27 تفجيرا منذ بداية العام الحالي، ولم ترحم الحرب البشر والحجر، ونهب المسلحون اللصوص الآثار والكتب والمخطوطات. أهلا بكم مجددا في أجراس المشرق في حوار مع النائب في البرلمان السوري الأستاذ بيير مرجاني. في الحقيقة يعني نحن نشكره لأنه أتى من حلب إلى دمشق لنحاوره في شؤون هذه المدينة التي عانت في سوريا مثل بقية المدن، ولكن لأنها حلب نفرد لها هذه الحلقة من أجراس المشرق. سعادة النائب، المسيحيون في حلب، في الواقع يعني هناك
كان نسيج فيه يعني على ما أعتقد 17 مكون مسيحي من كل أطياف يعيشون من كل أطياف المجتمع يعيشون في هذه المدينة، وكنا نراهم عندما كنا نذهب بهذا التنوع الجميل. هذا التنوع ماذا حصل به؟ ما هو وضعهم حاليا؟ الحقيقة وضع المسيحيين بمدينة حلب لا يسر كثيرا، يتأقلمون مع الواقع بالتأكيد، ولكن في مثل بيقول خبي قرشك الأسود الأبيض ليومك الأسود. طول اليوم الأسود، خلص القرش الأبيض واليوم الأسود ما خلص. فكتير من الناس اللي بتعرفهم بحالاتهم المادية اللي كانت بقول منيحة كويسة، بتحس بملامحهم بأنهم صاروا في موقع العوز. نعم. وهذا شغلة كتير كبيرة، إضافة لبعض الهجرة، سواء هجرة للحاجة، هجرة للخوف، في موضوعين كتير مهمين، الحاجة والخوف، سواء الناس عندها الإمكانية بأنه راحت طلعت من المدينة وعم تنتظر، في خاصة بلبنان بغالبية عظمى حضور مسيحي كبير كبير، بانتظار تحسن الأحوال تيرجعوا لبيوتهم ولأعمالهم. بس القسم كبير والنسبة عالية، يعني بدي أتجاوز الكلام بذكر الرقم، بس النسبة ما هي قليلة أبدا أبدا. يعني نحن يمكن أن نأتي إلى ذكر الأرقام، ولكن يعني لفتني إلى أمر ما. لقد قال لي الصديق المطران المخطوف والأسير يوحنا إبراهيم قبل أسره بأيام أنه للمرة الأولى يجد أطباء محامين مهندسين في حالة عوز في حلب. هذا الكلام نحن على مقارب السنتين، يعني معناته في استطالة كبير الأزمة. من كيف يتدبر هؤلاء الذين بقوا في حلب؟ كيف يتدبرون أمورهم؟ الحقيقة قبلوا يشتغلوا بأعمال غير أعمالهم، غير مهنهم اللي بيشتغلوا عليها. قبل يشتغل يفتح محل ساندويش، قبل عنده مصنع خليني أقول وكلفته بمئات الملايين من الليرات السورية راح بالكامل، فاضطر بده يشتغل بالآخر بده يأكل وما عنده سيولة نقدية، فاضطر يشتغل أعمال لا تمت إلى مهنته الأساسية بصلة. هدول بغالبيتهم. بدي أقول لك شغلة كتير مهمة، كتار منهم راحوا على المعونة الاجتماعية اللي عم بيطلقوها من الجمعيات اللي منتشرة بمدينة حلب. في كتير منهم وصلانين لمنطقة قلت لك خلص قرشهم الأبيض، أنا ذكرت لك إياها، وما خلص قرشهم وما خلص اليوم الأسود. على ذكر المطرانين، الحقيقة مع الأسف حتى الآن ما حدا بيعرف عن هالمطرانين مكان وجودهم، حتى ما حدا بيعرف سبب خطفهم. السبب يمكن نستنجو استنتاج، وأنا بتقديري تركيا إلى الباع الأطول بهالخصوص. طبعا هن مطرانين وفي أسيسين قبلهم، نعم، بفترة أسيسين صغيرة كمان. نعم. هدول هالأربعة مصيرهم مجهول حتى الآن. سعادة النائب، بصراحة هل تأثر وضع المسيحيين في حلب بخطف المطرانين؟ هل كان هذا الخطف سبب في ارتفاع وتيرة هجرة المسيحيين من حلب؟ بجزء منه نعم، بنسبة منه نعم. المطران يوحنا كلنا بنعرف كان عم بيشتغل بعمل إنساني، يعني وبجهد شخصي كتير كبير، بأنه يخاطر يروح ويساعد في تحرير مخطوفين ومن الجهتين. يعني ما كان عم بيشتغل بعمل إنساني صرف، بشكل غير مذهبي أو طائفي، بشكل غير مذهبي وطائفي، حتى من المذاهب الثانية ما كان عنده مشكلة. وهو كان مع حضرتك يمكن على معرفة شخصية، في شخصية عظيمة في مدينة حلب تعمل للإنسانية ولا تعمل لطائفته.
هذا بالدرجة الأولى، إضافة للمطران بولس كمان كان عمله الإنساني وجهده اللي مبذول خلال طائفته الحقيقة صار نوع من التوحد المسيحي بمدينة حلب لمعالجة الأزمة وتداركها على تدارك نتائجها على المجتمع المسيحي اللي موجود بمدينة حلب. فتغييبهم هالتنين نعم بجزء منه أربك المسيحيين، عطاهم نوع من الخوف أنه أنا مطران انخطف، فأنا ما عاد كشخص عادي ما عاد لي، يعني إذا انخطفت يمكن ما عاد في من يخلصني، خاصة أنه كان الناس كلها تلجأ للمطران. نعم. يوحنا أنت ذكرت أن لتركيا دور، هو واضح أن يعني أن الكثيرين تكلموا مع تركيا ولكن هي أنكرت تفريغ المسيحيين من حلب. هل ما يزال الحلم العثماني بأن تقضم حلب من جديد برأيك وأنت ابن حلب؟ حلم العثماني لا يتوقف، خاصة بوجود الحكومة الحالية ورئيس الجمهورية الحالي، فهن مشروع على مدى السنين لم يتوقف، وهذا أنا بسميه حلم أو وهم بتأثيري، وهم أنا وراء بشوفه وهم بالنسبة إلهم، لأنه لا يمكن تحقيقه. هلأ في كتير يمكن من بشاركوهم بهذا أنه تنضم حلب لتركيا، بس بتأثيري أهل حلب من أبناء سوريا؟ ممكن إيه؟ وطلع تصريحات كتيرة من المعارضة السورية أنه لا بأس تكون حلب جزء من تركيا، طلعت يعني كتير من اللي صرحوا طبعا من المعارضة، ولكن أنا باعتقادي هذا وهم أكثر مما هو حلم أو أمل. نعم. دعني أسألك سعادة النائب عن الآثار أو الأماكن المسيحية في حلب وهي كثيرة. نحن أمام مار سمعان العمودي، ببهاء سمعان العمودي، نحن في ديار مارمارون، ما وضعها داخل حلب وخارج حلب؟ هل لديك داخل حلب؟ أكيد لديك معلومات، ولكن خارج حلب هل الحقيقة المعلومات شحيحة عن خارج حلب؟ الخوف وكل الخوف بأنه ما يكون تم السيطرة على المواقع بأنه ما تنسرق، ويقال بأنه في كتير سرقات تمت. وزارة الثقافة كان عندها إحصائيات عن هذه الكنوز اللي موجودة، وبتصور بوقت من الأوقات قدرت تسترجع بعضاً عن المسروقات اللي موجودة. لا تندخل لداخل حلب المدينة القديمة، أنا بحكم وجودي بمجلس المدينة ومكتبة التنفيذي تابعت بفترة من الفترات إعادة تأهيل البنية التحتية للمدينة القديمة. طبعا هي جزء من التراث العالمي اللي لليونسكو، مع الأسف والأسف والأسف اللي هاجموها ما بيعرفوا قيمتها نهائيا، أو بيعرفوا قيمتها وبدون يدمروها. بشك أنه سوريين، أنا ما ممكن أستوعب أنه سوري بيعرف قيمة شغله وبيدمرها ببلده، ما ممكن. فهو يا أما ما هو سوري بالانتماء بالأساس ويحمل هوية فقط شكلا وليس موضوعا، يا أما ما بيعرف قيمتها وبرجع بقول لك أنه اللي قادم لهيك أعمال الفقر والجهل هو كان أحد الأسباب، أحد الأسباب، ما بقول أنه السبب الكامل اللي خلاه يقدم على هيك أعمال. تقول لك ليش المدينة القديمة كانت مستهدفة، خاصة في موضوع السرقات. تاجر بحلب هو تاجر يعتمد على شراء السلعة ودفع قيمتها كاملة وتخزينها في مستودعه ثم بيعها على كيفه، فهذا قليل من تجار العالم اللي بيتبعوا هالعمل. فكان البضائع مخزنة في المدينة القديمة وما يحيط بها، فكانت أنا بتقديري الغاية الأولى من تدمير هذا التراث واللي بحز بنفسي أنا إلى أبعد الحدود هي موضوع السرقة، ولتغطية السرقة فإما بالهدم أو بالحرق. يعني مع الأسف المدينة القديمة يمكن في جزء منها سليم بس في جزء منها تخرب. 16 كيلومتر من مساحة الأسواق، مو مساحة، أطول الأسواق، طول الأسواق الداخلية 16 كيلومتر اللي هي أكبر سوق موجود بالعالم، 360 هكتار مساحة مدينة القديمة في مدينة حلب، هي أكبر مول بعصره
أكبر مول بعصره بوقته بتدخل بتاخذ اللي بدك إياه. مول تاريخي. مول تاريخي هذا اللي بقوله. أنا كنت أستمتع أدخل على المدينة القديمة للاستمتاع، ما يكون يلازمني أنا الحياة. هو سرق وأحرق بجزء منه، في جزء أحرق، جزء تهدم، وجزء لا زال باقي. والكنائس؟ الكنائس تعرضت كمان لبعض عمليات التخريب، يمكن عن قصد أو عن غير قصد، لأنه في جوامع تخربت. نعم كمان. نعم. مثل الجامع الكبير اللي موجود ومئزنته. فالمئزنة بقولوا أنه الجيش ضربها. طيب كيف الجيش بيضربها وبتنزل بشكل عمودي بتخرب وبتقعد بأرضها؟ يعني هذا بعيد شوي عن المنطق. طبعا وقت اللي قربوا على الجامع الأموي تيسرقوا، لأنه كمان هو فيه. ننتقل للكنائس. في كنيسة كمان بالمدينة القديمة، واللي هي كنيسة البروتستانت، كنيسة قديمة ضمن منطقة. نعم. الجديدة. نعم، هي تم تفجيرها بشكل كامل. في كنائس تعرضت لقذائف، بقى قذائف موجهة، القذيفة عم تطلع، فعم تطلع على المدينة القديمة. داخل المدينة القديمة في كنائس، في كنيسة مار فرام السرياني للسريان الكاثوليك، في كنيسة للأرمن الأرثوذكس. عم بحكي داخل المدينة، داخل المدينة القديمة. نعم. أنا عم بحكي وكنيسة الموارنة في ساحة فرحات، كنيسة موارنة في ساحة فرحات، والروم الكاثوليك في ساحة فرحات، والأرمن الأرثوذكس في الجديدة، في منطقة الجديدة. يعني معالم، هي معالم حضارية قبل ما تكون مسيحية. أنا هالمعلم الحضاري ما ممكن بحز بقلب أي إنسان، مو شرط يكون سوري، إذا بيقدر ما هو التراث وما هي الحضارة، بأنه يشوف معالم مثل هاي عم تنقصف أو عم تنهدم أو عم تتخرب. والمكتبات التي سرقت بالتأكيد مكتبات اللي سرقت مكتبة تراثية. أنا بقول لك بدءا من الجامع الكبير اللي كان فيها. هل كلها إلى تركيا؟ ما معروف مصيرها، وإنما سرقت، ومعروف مين هو اللي سرقها. واللي سرقها مفكر ولا حتما في حدا دله حتى سرقه، بيعرف انه هون في تراث فحتما سرقه. وانا بتقديري حتى في خبراء بالنسبه للاثار، حضرتك سالتني عن محيط مدينه. نعم. حلب، سواء بهال يعني في 700 حضرتك بتعرف فيهم اكثر مني. انا ماني عددهم. فهدول كلهم هنن كنز للبشريه وليس كنز لسوريا فقط. نعم. فهدول في ناس بتعرف انه اماكن تواجد هالاثار راحت تتنقب. نعم. عليها وتسرق. اسمح لي ان اتوقف مع فاصل لان الوقت دهامن. اعزائي فاصل، ولكن قبله اريد ان نذهب ايضا الى حلب لنرى ماذا حل ببعض مواقعها الأثرية التاريخية، ونعود لمتابعة هذا الحوار في دمشق مع سعادة النائب بيير مرجاني النائب عن مدينة حلب بعد الفاصل. انتظرونا إذا سمحتم. لم تسلم آثار حلب، إحدى أقدم المدن المأهولة في العالم والمسجلة على لائحة التراث العالمي، من التدمير الممنهج للمسلحين في الحرب الدائرة على سوريا منذ حوالي 4 سنوات. فالمدينة التي كانت قبل نحو 4000 عام عاصمة لمملكة يمهاض الأمورية، وتعاقبت عليها الحضارات الحثية والآرامية والأشورية والفارسية والهيلينية والرومانية والبيزنطية والإسلامية، كانت حلب عاصمة الدولة الحمدانية، وفيما بعد غدت ثالث مدينة خلال الاستعمار العثماني بعد اسطنبول والقاهرة، تناولتها القذائف والتفجيرات والحرائق الممنهجة. طالت الهجمات أبوابها القديمة ودمرت أسواقها التي تعد من أعرق أسواق المشرق، وكذلك دمر المسلحون مدارس قديمة وتكيات وزوايا وأضرحة الأولياء، كما دمروا جزءاً كبيراً من الجامع الأموي أحد المعالم الإسلامية التاريخية فيه. دمرت مئذنته وسرقت محتوياته وهو يضم ضريح النبي زكريا. لم تسلم كنائس المدينة من القصف والاستهداف،
حيث ضربت الكنائس في الجديدة والمدينة القديمة في محاولة من المسلحين ومن يديرهم لتدمير دور حلب الحضاري المتميز عبر كل العصور. أهلا بكم من جديد في أجراس المشرق أعزائي. أريد أن أخبركم بأن في مدينة حلب أكثر من 1400 مسجد وتكية وزاوية تاريخية إسلامية، 700 منها عمر فوق 700 عام. إنها متحف للتراث الإسلامي في العالم. هذه المدينة التي يفعلون بها ما يفعلون. ولكن يعني ما دمنا نتكلم عن حلب أريد أن أدخل في هذا النسيج مع الأستاذ بيير مرجاني. أستاذ بيير، عرفت حلب فعلا الآن هناك متأسلمون يقولون أنهم يريدون تحرير كل هؤلاء الناس، ولكن حلب عرفت الإسلام الصوفي، الإسلام المحب، إسلام أدينه بدين الحب، الإسلام المتسامح. هل تراجع بعد تجربتك في الثلاث سنوات ونصف الماضية هذا الإسلام في مدينة حلب وسوريا؟ الحقيقة هو البذرة لا تزال موجودة وجذوره لا تزال موجودة. أنا بتقديري إن كان التراجع وقدي، ولكن الإسلام الموجود بحلب يمكن بقدر بقول لك خايف بنفس نسبة المسيحي اللي موجود بحلب، خايف على فهمه لدينه. نحن تعايشنا سوا، نحن أنا بقدر بقول مئات السنين حضنت الديانتين بمدينة حلب وكانت رمز للتعايش أو للعيش المشترك، ما راح أقول تعايش، بكثير من الدول اللي مجاورة لها. مع الأسف دخل فكر ديني متطرف. هذا الفكر الديني المتطرف بتقديري هو دين جديد وليس الإسلام اللي بعرفه أنا. هذا دين جديد لا يجوز أن نطلق عليه أنه دين الإسلام، لأنه أنا اللي بعرفه عن الإسلام واختبرته عن الأرض من خلال تعاملي مع الناس، وأنا أصدقائي كتار من اللي دينهم دين الإسلام بحياتنا ما قعدنا وأنا ديني هيك وأنا ديني هيك، وإنما التعامل هو كان الأساس في علاقتنا الجيدة بين بعضنا. فجذور هذا الإسلام المتسامح لا تزال موجودة في مدينة حلب، ونحن نعول عليها كثيرا. أنا كمسيحي أعول على هذه الجذور كثيرا. يعني فكتير عم بقولوا أنه المسيحيين أنتوا ما أنكم من هون. المسيحي في الشرق لا يحتاج إلى شهادة في المواطنة. بقدر بقول لك أنه نحن وإخواننا جميعا في الوطن، نحن من سلالة الإنسانية في سوريا. هالإنسانية، فجر الإنسانية، فجر الإنسانية اللي صدرت الأبجدية للعالم ليتعلم الكلام، فهلأ لا يعلمونا شيء جديد. هاي طلع صداها هذا الدين، هذا النوع الجديد من الإسلام. شو عم بيعلمكم أستاذ بيير؟ ما بعلمنا شيء جديد، وإنما يشعرنا بالخوف. خليني أكون صريح، أنا يشعرني بالخوف والشك. الشك يمكن عند البعض أكثر من الشك عندي، لأنه أنا بحكم عمري قدرت أصادق ناس كتير وأصادف ناس كتير وأتعامل مع ناس كتير. فالشك يمكن عند الجيل الأصغر مني بأنه بموضوع الدين هو اللي بيخليك تشعر بالخوف أكثر، خاصة كمكون نحن عددي يمكن عدد قليل. فهذا بيعطي نوع من قلت لك الشك والخوف في آن واحد. نعم. لهذا الموضوع أنت تتكلم دائما عن الإسلام المعتدل. في الواقع بيظل هذه الهجمة، هذا الإسلام المعتدل من خلال موقف
لنبقى في حلب خلال الموقف قادة القادة المسلمين الروحيين والزمنيين في حلب، يعني قادة المجتمع السوري بالأخير. أيوة. أنا عم أحكي عن مجتمع. هل بقيت ملامح هذا الإسلام موجودة؟ وكيف يمكن أن تتصرف تجاه هذه الهجمة التي تقول أنها لا علاقة لها بالإسلام؟ كيف تواجهه؟ الموضوع أكبر مني أنا بتقديري. نعم. الموضوع هو عند الناس أو عند كيف بدي أقول لك، عند الناس المسؤولين عن هالموضوع هذا. الجذور لا زالت باقية، يجب استثمار هذه الجذور في إنبات هالإسلام المعتدل الموجود، ولازم نشتغل عليها. هلأ هاد ما بدي العمل عليه، وهذا كمان ما بيعطيك طمأنينة بزيادة، فأنت لازم ينشغل على هالموضوع هذا بأنه نظهر هالوجه المعتدل، هالوجه المتسامح للإسلام، ونبين بأنه لا يمت بصلة ولا يمت بأي شيء لما نشاهده ولأنواع الفتاوى التي تصدر من هنا وهناك. بصراحة المدينة تداخلت، مدينة حلب تداخلت، لم يعد هناك حارات كثير اغلبيه كذا لا، يعني في تداخل نتيجه تغيير الديموغرافي في هذه المدينه. هل اثرت الازمه على العلاقات بين المسلمين والمسيحيين داخل المدينه؟ داخل المدينه حتى الان لم تؤثر. نعم. وان كان قلت لك في شك وتخوف. نعم. هالشك والتخوف خليني على ما بقول الناس اللي بعرفهم ماني على مسافة، يعني ما في مسافة بيني وبينهم، بس في نوع من التخوف موجود مزروع في قلب الإنسان المسيحي طالما لم يصدر ما يطمئنه من الطرف الآخر. نعم. هذا التغيير الذي يحصل في الديموغرافيا كيف يمكن أن تعود، مش إلى سابق عهدها، كيف يمكن أن يعود النموذج السوري الذي قلت قبل قليل أنه يعني كان نموذج فريد، كيف يمكن أن يعود إلى بهائه إذا جاز التعبير؟ أنا بتقديري في ظل الأزمة لن يعود شيء إلى سابق عهده. نعم. إذا ما طلعنا من الأزمة ما رح نقدر نعرف إذا ممكن أنه يعود أو ما هو ممكن أنه. نعم. يعود. إن شاء الله ما بطول هالأزمة. مع الأسف اللي عم هاجر هن السن المنتج. نعم. السن المنتج يعني بعمر الشباب، الشاب عم بيشوف حاله، نحكيها بصراحة مثل ما حكينا، عم بشوف حاله عالي على أهله، فعم بضطر يترك تيروح يطالع على القليل يقدر يشتغل، فعم بضطر يهاجر هذا. وهي شغلة جدا خطيرة بأنه نحن عم نخسر نخبت شعبنا. طبعا هذا يمكن بالمجتمع المسيحي اللي موجود بمدينة حلب نسبته أعلى، بس بالطرف الثاني كمان بباقي مكونات المجتمع هالشي عم بيحصل. كمان في شباب عم تهاجر تتحصل مورد رزق لها. نعم. وهذا شغلة خطيرة، لأنه إعادة البناء الوطن بيحتاج لسواعدهم والأفكار. أستاذ بيير، بكامل الصراحة أيضا البعض يقول أن الحلبيين لم يدافعوا عن مدينتهم، المسيحيين لم يدافعوا عن أحياء كانوا فيها، هل هذا الكلام صحيح؟ هذا كلام مرفوض ومردود. المسيحي في مدينة حلب يؤمن بمؤسسات الدولة، إيمانه بمؤسسات الدولة يؤمن بما يسمى الجيش الوطني اللي موجود عندنا، فكتير من أبناء المسيحيين هن عم بيخدموا بالجيش الوطني. أما حمل السلاح في الشوارع فهذا يمكن آخر مرحلة ممكن يفكروا فيها أو يصلوا لها. مؤمنين هن بالسلام أكثر مما يؤمنوا بالحرب، فمن خلال المؤسسة العسكرية هن عم بيقوموا بواجباتهم تجاه الدفاع سواء عن مدينتهم أو الدفاع عن الوطن. أنا ما بخبي عليك كتار من المسيحيين، يعني ما بدي أعدد، بس مؤخرا قبل ما أجي أنا أحد أقربائي أو أقرباء زوجتي حتى أكون صريح، يعني استشهد أنا السبت جيت على الشام، فقبل بيومين كان في جناز له. سؤالي الأخير ولم يتبقى لدي الكثير من الوقت، الآن أمريكا، الغرب،
يريد أو بدأ بضرب داعش في سوريا ويريد حماية نفسه أو ويقول أنه يريد حماية سوريا والعراق من التكفير، كيف ترى هذا؟ الحقيقة خلال هالعمليات اللي عم تتم هلا هي عملية لحماية نفسه، حماية مصالحه. الغرب يريد أن يحمي نفسه ومصالحه. الغرب لا ينظر إلى أي مصلحة في الدول هاي، لأنه لو بينقر حكينا عن شيء اسمه الفوضى الخلاقة. الفوضى هي زرع الفوضى ليخلق شيء جديد بالنسبة له لمصالحه، فهي هي الفوضى الخلاقة. الفوضى الخلاقة ما هي ضمن الدولة، وإنما بده يخلق فوضى حتى يخلق شيء جديد له لمصالحه يقدر يستفيد منه. فهذا الوضع اللي عم بسوي. إضافة عنده خوف كتير كبير، هن الأعداد عم بيتكتموا عليا للناس اللي أجت من عندهم تتحارب أو اللي أرسلوها أو اللي أرسلوها. طبعا اتغاضوا عن قدومه، أنا ما بقول أرسلوها لأنه بيعرفوهم بالاسم. ما في مجال تنقول أستاذ غسان يعني أنه ما بيعرفوها، بيعرفوها بالاسم وبيعرفوا الشبكات اللي عم تبعتها وبيعرفوا كيف عم تتمول. فهدول وقت اللي أجوا بده يرجعوا لعندهم، هذا الخوف. وبالنسبة لهم إنسان اللي موجود بسوريا أو العراق أو ليبيا أو اليمن، هذا ما هو محسوب بالنسبة لهم ولا داخل بحساباتهم. نعم. أشكرك أستاذ بيير. هناك كلمة كنت قلت تريد أن تقولها؟ نعم، أنا بشكر قناة الميادين وبريد أقول الوجود المسيحي في الشرق هو مخزون أمل لهذا الشرق بأن الغد سيكون أفضل. أنا أشكرك. أعزائي، لا بد من روح حلب حتى تنهض سوريا من جراحها. شعر هذا يمكن، لكن هل من شعر لا يقارب الشهباء؟ حلب قصدنا وأنت السبيل. لا بد من نهضة تعيد إلى حلب وسوريا آلاقها. شكرا للنائب بيير مرجاني على حضوره من حلب إلى دمشق تلبية لدعوة أجراس المشرق. شكرا للزملاء في الميادين، شكرا للزملاء حازم المجذوب، لورا موراني، وجهاد نخلي. شكرا لكم على متابعتكم لأجراس المشرق، وسلام عليكم وسلام لكم.